ان شاء الله نطلبوا من الله اللي يحشمنا ان شاء الله ونخليو التيتر هنا في كازا ان شاء الله. نتمنوا من الدراري يعني يكونوا رجال كما تنقولوا ويتقاتلوا على هذاك البي اللي ماركينا في الالي وما حدك وصلتي للفينال والا كاع الماتشات تيكونوا صعاب عتيني يعني واحد الزيرو الحمد لله تكون كافيه ان شاء الله ولما لا تكون اكثر. وهو داك البيت كان مهم الصراحه هو اللي خلانا نجيو نتفرجوا كون كانت 2-0 راه صعيبه وكنتمناو خير يعني بيت واحد نتمناو حنا راه جينا 2-0 ما تقدر تجي تشجع محال والله يعني 2-0 في الفينال صعيبه كاين جوج الوقت كتخليك موتيفي حتى اللعابه بحال هكا ونتمناو خير هادشي اللي كاين. كلشي صراحه كلشي داز مزيان الاجواء مزيانه هنايا الامور منظمه كلشي مزيان ونتمناو تكمل الفرحه ويربحوا ان شاء الله. المباراه ديال اليوم مباراه ماشي سهله مباراه صعيبه ولكن بمشيئه الله تعالى غادي نديو الكاس وغنربحوا ان شاء الله في دونور وغادي يبقى في دونور وغيبقى في المغرب وديما وداد. كما كتعرف الماتش صعيب شويه وان شاء الله ما يكون الخير مربوحه ان شاء الله والكحلوشه ما غاداش تخرج ان شاء الله من كازا غتبقى في كازا مربوحه ان شاء الله وديما وداد. المهم الاهم ديالنا حنايا هو جينا باش نسبورتو الوداد وحنايا هذاك القلوش ان شاء الله باذن الله ما غاديش يخرج من الدونور كيما بغاو بالكوره باش ما بغاو القلوش ما يخرجش من الكازا ان شاء الله وبالكوره ما كنقولوش راه سميتو وبالكوره عودونا بزاف بانه غادي يكونوا رجال ان شاء الله وديما هما رجال ديما تزيد الفوق الفوق وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى باش اليوم يكونوا في الطوب ديالهم باش الاهلي يديو ما يعاودوا عاوتاني ديك السينما ديالهم وهنا وما راه جايين بعدا مخلوعين ما عمري انا بعدا سمعت شي فرقه رابحه وكتبكي كما عودتنا فرقه ديال التحديات وراه واحد الجمهور كبير تبارك الله ما خليه معاه حتى شي قنت ان شاء الله اليوم الثالثه على ظهر الاهلي فريق ديال البلاغات وفريق ديال الشكايات وفريق ديال البكاء بالبكاء ديالهم بالكاف ديالهم بالتحكيم ديالهم ان شاء الله الوداد اليوم غتحقق المبتغى ديال الجمهور كامل ان شاء الله له هو الفوز ان شاء الله وان شاء الله شوف مادام كاين هذا الجمهور هذا ورا الوداد الا ان شاء الله كاين الفوز 3-0 ما يهمناش 3-0 2-0 حيت الفينالات كتربح وما تتلعبش. اليوم الميعاد نتمنى من الله سبحانه وتعالى. شوف هو الا جينا نهضروا في المنطق هو لقاء صعيب بزاف رغم اننا 2-1 راه تتبقى شويه من ريزلتا بياج. نتمنى من الله سبحانه وتعالى بالعزيمه والاراده القويه ديال اللاعبين نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون الفوز حليف ديالنا وان شاء الله احنا متفائلين باللاعبين ديالنا وغادي يكون ان شاء الله الفوز حليف هنا وغادي يكون الكاس الثالثه ان شاء الله الرحمن الرحيم وغادي نهديوها للوداديين بصفه خاصه والمغاربه بصفه عامه وديما وداد. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.